ربنا سبحانه وتعالى خلق اسماك تعيش في المياه المالحه، وخلق اسماك تعيش في المياه الحلوه، وفي اسماك بتفضل تعيش في المياه المخلطه بالمياه الحلوه والمياه المالحه، وبتمشي مع انا بنعشى المكان ده، هو مريح ليا نفسيا. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. استباحه زي الفل، وش الفجر حته كيلو، حته داخله في الكيلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. احلى 100 مساء عليكم، مساكم فل وعسل. بص انا النهارده في رحله، انا واخد دعوه من اهل المكان اللي انا فيه ده، نزل نجرب الميه نشوف سمك القروس دخل فيها ولا لا. المياه دي فين؟ بص يا جماعه، احنا في اخر نهر النيل فرع رشيد. المكان اللي انا فيه ده قريب جدا من البحر. في قصه كده بتحصل في المكان، قصه جميله جدا انا عن نفسي بنحب نحكيها، هنحكيها لكم لو انتم مهتمين بصيد القروس وبصيد التعابين وبصيد الدنيس في النيل او في الاماكن اللي هي الهاديه، هتعجبكم القصه دي. بص يا جماعه، القصه دي بتبدا معانا ورا السد العالي. ميه النيل بتتحجز، بتخش في خزانات. الخزانات دي بتبقى عباره عن ايه؟ عن ترع او اماكن كبيره كده. الميه دي لما بتزيد بيبدا يفتح عيون الخزان لحد ما توصل فين؟ لفرع رشيد، عشان ما نطولش. فرع رشيد عاملين عنده قناطر، اللي هي لو تسمعوا عنها قناطر فينه، انا مش عارف هي كام ايه. المياه بتفضل تتحوش في المكان ده بين السد وبين قناطر فينه لحد منسوب معين. في منسوب معين فوق منه المياه ديت لو ما تخلصوش منها بتبدأ تغرق الاراضي وتطلع على الارض. فبيعملوا ايه؟ بيفتحوا المياه ديت على البحر الابيض المتوسط من ناحية فرع النيل ايه؟ رشيد. في برضو فرع دمياط بيحصل نفس الحكاية، بس احنا هنا في فرع النيل رشيد. الوضع الطبيعي اصلا للمياه دي قبل الخزان وقبل القناطر فينا ان هي بتبقى متصله بالنيل. ربنا سبحانه وتعالى خلق اسماك تعيش في المياه المالحه، وخلق اسماك تعيش في المياه الحلوه، وفي اسماك بتفضل تعيش في المياه المخلطه بالمياه الحلوه والمياه المالحه، وبتمشي مع الطيارات وبتهاجر مع الطيارات وبتسرح، ليها كيمياء معينه كده ربنا خلقها لها. في المكان ده يا جماعه لما النيل بيتفتح على البحر بيكون المياه دي مناسبة جدا لكام نوع من الأسماك، مش هنذكر كتير منها. أولا البوري، بالأخص منه الطبار، البولتي ده طبعا موجود. ثانيا سمك القروس. ثالثا سمك الدنيس. رابعا اللوت. خامسا تعبان النيل وتعبان البحر. لسه كمان الوقار، وفي أسماك تانية احنا ما قابلناهاش. السافوليا اللي هي سمكة موسى. كل الأسماك دي اللي متابعين في ضيات رشيد أنا صورتها وربنا كرمني خدتها يعني من المياه دي. أنا بنعشى المكان ده، هو مريح ليا نفسيا. أنا النهاردة جاي نجرب على سمك القروس، فربنا المستعان. أنا جايب معاه، كنت المفروض نجيب معاه جمبري حي ما لقيتش لأن البحر عالي. إحنا النهاردة الجمعة يا جماعة 24/10، فأنا جبت معايا دود مشرشر. بص يا جماعه، انا جبت دود ايه؟ دود مشرشر، عشان ما لقيتش جمبري حي. بصراحه انا رميت على رميه القروس، طبعا تطعيمه القروس احنا بنشك الدوده، بنشك الدوده من راسها من الحته دي وبنسيبها ايه؟ مدلدله. ولكن انا اكتشفت ان الارض مليانه نقطوسياس، اللي هو الزريعه او السمك الصغير بتاعه القروس والايه والنقط. النقط ده برضو فصيلة تانية من القروس، بس ما بتكبرش زيه، او عندنا احنا هنا في مصر عشان احنا ما بنسيبهاش تكبر، ما بتكبرش زي الايه؟ زي القروس. فانا هنجرب وهنشوف الدنيا فيها ايه. هو انا حاليا خدت سمكتين صغيرين، هنجرب رمية كده معاكم ان شاء الله، وربنا المستعان. تابعونا يا جماعة، ولو عجبكم الفيديو ولو عجبكم الموضوع اعملوا لنا لايك، عشان ده بالنسبة لي موسم جديد. القطه دي معكساني، مش عارف نعمل فيها ايه. بص اخواتي، طبعا التطعيمه ديت على المشرشر مش تطعيمه مش صحيحه،
يعني هو المفروض اننا بنشك المشرشر من راسه وبنسيبه للقاروص او الدنيس يسفه، ولكن انا اتفاجئت ان انا بنتعامل مع سمك صغير خالص. فطبعا صغرت الصنار، جبت صنار 6 وبنشك الدودة المشرشرة بنفس الطريقة دي، لان انا بننزل بنخبط على طول في لحظات. فهو انا يعني حابب ان انا نتسلى لان بقالي كتير ما اصطدتش، ولكن هو مش ده السمك اللي انا نازل عليه. تابعونا بقى واحنا بننزل كده. خليك عندك يا ابراهيم عشان ما تيجيش، خليك عندك خليك عندك. بص يا جماعة، الموسم اللي فات اللي هو كان بيبدأ معانا من آخر سنة 23 لحد مثلا شهر 6 في 24، ده كان بالنسبة لنا كان بيبقى موسم، وبالنسبة لناس تانية كانت بتبقى حاطة أمل في الله عليه اللي ربنا بيرزقهم منه في الموسم ده، بيقعدوا يصرفوا منه بقية السنة. فكان للأسف موسم سيء جدا، السبب إن كانت حصة المية قليلة بسبب سد النهضة، ربنا يجحمهم يا رب ويخرب بيتهم. فكانت حصة المية قليلة، فبالتالي قفلوا المية على المنطقة دي، فما دخلش على البحر الأبيض مية كتيرة السنة اللي فاتت دي، ودي كانت مشكلة جدا. والمية دي نفسها بدأت تتغير، وإحنا بنقول عليها بلغتنا بدأت تعفن أو تنتن أو تريم، حاجة زي كده يعني. ولكن السنة دي والحمد لله الخير مفتوح، زي ما انت شفتوا معيون كتيرة مفتوحة، بيقولوا ان المية فوق نفسها جاية كبيرة، وان الحمد لله خدنا حصص تكفينا كام سنة، وان شاء الله خير. الحمد لله ربنا كرمنا بضربة اهي، دي كده اول سمكة في اليوم. ممكن يبقوا جوز السلام على النبي، السلام على النبي، السلام على النبي. بتشد شوية اهي. نسي سوي ايه؟ سي سي مش نقطة. ايوه بس ده مشارط حلو والله يا عم. حلو ده احنا غلط كده. لا ده المشارط ديك لو احنا عايزين بشرة الخير اهي. بلع والله. اه بلع السنارة نعمل لها ايه؟ الله بلع. اي بلع ايه والله؟ ده احنا باذن الله كده ده ال بس نقط يا ابو لا ده سيسي والله نقط من ما تحلفش بالله. اهو اهو هيبان معاك يا ابو يحيى، ما تحلفش بالله يا اخي، لونه هيبان دلوقتي. وياي انت بتكلم واحد فاهم ايه اللي طالع في الصناره من غير ما يمسكها. طب طول بالك بس. الله يا عم سيسي هنوضعه لك. بلع يا ابن الذين. بر بر احنا ايه هنتكلموا مع بعض. قادر اللغه ده مش هيعمل. طب مستلم اخلص. ازاي سيدي الواحد بيتلم ب 10 جنيه؟ ايه؟ بيتلم ب 10 جنيه ده؟ الواحدة؟ الواحدة. تروح المزاري. كويس اهو يعني نوعا ما بالع برضه يا اخي. سمك بالع. بص يا جماعة، هو نقطة صغيرة اهو بس بالع، يعني حتى دي مش هنعرفه نرموها تاني كده يعني. هو ده السمك اللي موجود حاليا على الارض. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. استباحة زي الفل. وش الفجر حتة كيلو، حتة داخلة في الكيلو اهي. الله اكبر الله اكبر. صباح الفل والله، رزقك حلوة يا ياسين. صباحك فل ياسين ابن اخويا، ربنا يا ابني يبارك لنا فيك يا رب، ودايما يرزقنا برزقك كده. صباح العسل صباح العسل. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، ما شاء الله لا قوة الا بالله. تعوض ان شاء الله كده بقى، ننهي الفيديو ان شاء الله. انا رايح انا وعم حمادة، ان شاء الله عم حمادة هيكون بطل من اوعات رحالة الايام اللي جاية. هنروح نعمله تصريح سروح ان شاء الله، وهنسرحه بالمبروكة دي ان شاء الله. الله كريم عم حمادة، الله كريم حبيبي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. انا
بس ايه، متنسوش تعملوا لنا لايك واشتركوا عندنا في القناة لو اول مرة تشوفونا. السلام عليكم.